رجعنا لكم بتحدي جديد، اللي هيعمل 5 عداد بالكوره دي هيخيروا بين المصحف والايفون. تفتكروا الناس هتختاروا ايه؟ جاي لكم النهارده يا جدعان في تحدي جديد، اللي هيعرف يلعب بالكوره بتاعت الضغط دي هنكسبه يا مصحف يا ايفون. هنسيبه هو اللي يختار. فيعني انا شايف ان هي يعني مقارنه وفرصه لاي حد، فانتوا لو الفرصه دي جات لكم هتختاروا ايه؟ جاوبوا في الكومنتات بسرعه ويلا بينا نشوف الفيديو. تفتكر الناس هتختار ايه؟ هنشوف دلوقتي. بقول لك يا صاحبي، خش معانا سوا. سوا؟ سوا ولا تحدي؟ الاثنين. تعمل 5 عدات بالكره دي وهتختار انك تكسب المصحف والايفون. يا عم دي صعبه دي، ده عايز حد عنده اعصاب. انت ما عندكش اعصاب ولا ايه؟ قايل عليك يا صاحبي انت راجل قد الدنيا. استنى بقى نجرب. يلا. 1 2 3 جامد يا صاحبي، عاش. 4 5 مبروك يا صاحبي. 6 7 ده انت ما هو يا عم اعصابك شغاله امال في ايه؟ بص يا صاحبي، هتكسب معانا المصحف ولا الايفون؟ اغلى ايفون في العالم. الايفون 15 برو ماكس. لا يا عم 15 دلوقتي فين ايه؟ يا صاحبي بروح الشيخ عليه لما تختاره، بس ده 15 برو ماكس. انا تدوني كده ولا معايا علبه والحاجه بتاعته؟ معاه كل حاجه طبعا، معاه الشاحن و يعني ما تقلقش اصلي. وهتختار ايه بقى؟ الايفون اغلى تليفون في العالم ولا المصحف؟ مصحف ربنا. انا اسالك على العلبه واسالك على الحاجه، يبقى اختار ايه؟ اختار الايفون. اختار الايفون. ايوه يا عم في ايه مالك يا جدع؟ سيب مصحف ربنا. معايا مصاحف كتير، عايز ايفون بس. مصحف ربنا الحرف منه 3 مليون حسنه، وده كام دلوقتي؟ ب70,000 جنيه. الفلوس ولا المصحف ربنا؟ كلام ربنا. انا معايا مصحف اهم من الدنيا. معايا مصحف. انت بتصلي يا صاحبي؟ اه يا عم بتصلي. بتصلي يعني؟ طب وازاي اخترت الاختيار ده؟ عشان انا معايا مصاحف كتير لكن ما معيش ايفون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم. سلام الله الجاهز. ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ الحمد لله. خش معانا مسابقه. والله بص انا راجل اعتصامي وبتاع ربنا يعني، بس لو المسابقه دي حلال وفيها حاجه هتفيد الواحد جدا طبعا. ماشي اتفضل. انت اسمك الثلاثي ايه؟ استنى. اسم محمد مصطفى. انت تاني؟ ده ثنائي. الثلاثي مصطفى وردان. ماشي يلا بينا يا محمد مصطفى. بص يا صاحبي، لو عملت 5 عدات بكره الاعصاب دي هتكسب معانا المصحف للايفون، انت اللي هتختار. ايه ده؟ دي كره اعصاب؟ اه. طب ممكن عايز اتاكد بس ان كره اعصاب، ممكن اعمل حاجه بس؟ ايوه. هي. ممكن برضو توريها للكاميرا عشان نتأكد. قربي يا كاميرا، قربي يا كاميرا. بص ايوه. يلا بص. سمايل. عايزين 5 عدات بس. 5 عدات بس؟ واحد. 2. لا كمل عد للاخر يا صاحبي ما تكروتنيش. ماشي. 3 جامد، عاش. 4 فاضل عده. 5 ايوه عاش يا صاحبي. حبيبي. الف مبروك. الله يبارك فيك. اختار تكسب ايه بقى؟ المصحف ولا الايفون؟ ايه ده؟ ايفون 15 برو ماكس؟ الله، ده الايفون دوت بيصوره ويشهر مشاهير كتير قوي. ايوه. ايه ده؟ قران ربنا يا ده، الحرف الواحد ب 3 مليون حسنه. والله يا صاحبي انا داخلين على ايام مفترجه، والواحد محتاج كتاب ربنا عشان يقرا فيه. جدع يا صاحبي. يعني انا اللي اختار يا المصحف يا الايفون. طب اختار ايه طيب دلوقتي؟ انتوا حاطيني في موقف صعب والله، ظروف البلد بقت وحشه والايفون دوت عامل 100,000 جنيه. اللي قبلك كان بيقول 70 بس عادي، ممكن تبقى واحد كل ساعه. اختار ايه طيب؟ والله مش عارف يا صاحبي. طب بص انا عندي ليك اقتراح حلو. قول. انا هختار المصحف وهقرا سوره من القران الكريم. ولو صوت عجبكم تكسبوني الايفون. تمام. ماشي. ماشي خلاص. ماشي اتفضل. ماشي يلا. جاهزين؟ احنا جاهزين. انت جاهز؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق جميل بصراحة. ربنا يعزك. ايه بقى، هكسب التليفون ولا لا؟ طب بص يعني عشان برضه ما نظلمكش، احنا نسيب الناس هي اللي تحكم، تقول صوتك حلو ولا لا؟ ماشي. ماشي. ولو قالوا ان صوتك حلو هنكسبك الايفون. يلا يا جماعه والنبي لو صوتك حلو قولوا في الكومنتات، عشان عايز اكسب الايفون دوت عشان اروح ابيع واخد 100,000 جنيه، وان شاء الله احط نصهم في الجامع. ما تنسوش يا جدعان تصلوا على النبي في الكومنتات وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. يلا يا جدعان نشوفكم في فيديو جديد. سلام.